أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء عشاقل صالة محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة في جميع أقطار العالم، هكذا نحييكم بأجمل تحية مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة في هذا الصباح، حيث يسير شوطنا التاسع في تعداد أشواط هذا اليوم الخاص بمنافسة الأبكار الإذاعة المحليات الأسايل، وأول الأشواط المفتوحة يسير بهذه الأسماء وهذه الشعارات المتوافدة من جميع ميادين مجلس التعاون الخليجي الكبير لتتنافس لنيل شرف الفوز والانتصار في هذا الختامي السنوي الكبير، ختامي المرموم الذي يأتي في هذا السنة ختامي الختاميات. نسير إلى المقدمة عبر هذا النقل الحي والمباشر إلى الصدارة الأولى إلى المركز الأول، وهنا من تسيطر على زمام الأمور وتتقدم مع المركز الأول، هذه هي الشمالية عبيد بن علي بن نويصر المنصوري، هو اللي تقدم المشاركين ليقدم لنا الشمالية اللي تحتل الصدارة، بينما يليها في المركز الثاني من تتقدم وتأتي هنا بالانطلاق الجميل، هذه هي تتقدم تبوك صالح بن سيف بن حمد بن صالح الظاهري يتقدم في المركز الثاني، بينما نقلتنا التالية إلى المركز الثالث ليجد على ثالث المراكز هذه حشمة بشعار عمران بن حمد بن محمد العامري يتقدم في المركز الثالث، بينما النقلة إلى المركز الرابع لأتابع الوصول لأتابع الانطلاق، هنا من أفعال تتقدم أفعال ويتقدم هذا الاسم الكبير، ها هي تتقدم بشعر أحمد بن صغير بن كنون الكتبية مع المركز الرابع، بينما انتقل إلى المركز الخامس لأجد على خامس المراكز الذيبة الذيبة عبد الله بن منصور بن هيه العامري غادمين أهالي زاخر في هذه المنافسة الغوية، بينما النقلة مباشرة إلى المركز السادس ليتابع الوصول من دمعة، هذه هي دمعة تتقدم دمعة ويتقدم مشاهدين الأعزاء مع دمعة سلطان بن نصيب بن خليفة الخيالي يقدم لنا دمعة اللي تحتل المركز السابع، بينما النقلة إلى المركز الثامن ليجد على ثامن المراكز هذه تتقدم وتاتي الغزيل عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي الغفراني المري ضيفنا من المملكة العربية السعودية، بينما في المركز التاسع اللي تتقدم في هذه اللحظة وتصل هذه هي الشاهنية لفالح بن محمد بن علي الشامسي، بينما في المركز العاشر هناك تتقدم وتاتي راهية سهيل بن عويضة بن مضحية العامري، هو من يحتل المركز العاشر، هكذا هي النتيجة والنداء للعشرة المراكز الأولى التي تسير بناموس هذا الشوط الباحث عن سيارة هذا الشوط عن سيارة هذا الشوط عن شرف هذا الشوط في هذا اليوم في هذه المنافسة الغوية مع سن الإذاعة سن الإمتاع من المسافة 6 كيلومترات هي التي تشهد هذه المنافسة العظمى في هذا اليوم، ولكن عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول، عودة إلى حشمة، هذه هي مسيطرة حشمة تتقدم لتقدم لنا هذه التحديات لتقدم هذه الإثارة في مقدمة هذا الشوط، يتقدم مع حشمة عمران بن حمد بن محمد العامري ضيف أيضا قادمة من المصانع الجنوب التراثية، يتقدمون أهالي المصانع الجنوب ليبحثون عن النصر كما كان
كان لهم الحضور الغوية في هذا الختامية. الله، بينما أتابع المركز الثاني هنا، أتابع الوصول، أتابع الانطلاق، أتابع التسلل اللي غيرت هذه هي الشمالية. الشمالية مع بن نويصر يبحث عن الانتصار. بن نويصر من خلال تقديم الشمالية اللي يتقدم هنا أيضا عبيد بن علي بن نويصر المنصوري، بينما في المركز الثالث اللي وصلت وتقدمت ووصلت هذه هي الغزيل، عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي الغفراني المري يبحث كذلك عن فوز مشرف في ختامي الختاميات. بينما في المركز الرابع، اللي وصلت اللي تقدمت هذه هي أوصلت هنا ديما لعبد الله بن معيوف بن محمد العامري يقدم لنا ديما في المركز الرابع. المركز الخامس اللي تقدمت اللي وصلت راهية سهيل بن عويضة بن مضحية العامري يتقدم معه. المركز الخامس والمركز السادس، اللي وصلت اللي غيرت هذه هي وصلت انجاز الباحثة عن الانجاز، تتقدم مشاهدينا الكرام بشعر عامر بن سالم بن عامر العمري ضيفتنا من سلطنة عمان الشقيقة. بينما نشوف هناك الوصول مع سابع المراكز، هذه هي الدانة تتقدم مع محمد بن عتيج بن عبيد بن حارب الرميثي وصل. ايضا شعار الناطق الرسمي بدأ ينضم مع المراكز الاولى المتقدمة، ولكن شوفوا من اللي وصلت وغيرت مع المركز الثامن. هذه هي عالية عالية سلطان بن محمد بن رشيد السويدي يتقدمون. آل جميرة منافسين بقوة في هذا الشوط، ولكن عودة إلى الصراع مع بوابة الكيلو المتر الأخير، عودة إلى المقدمة، عودة إلى البداية، إلى الصراع وإلى المنافسة، إلى النزاع في الصدارة الأولى. هذه هي راهية على الصدارة، راهية على المركز الأول. هي بدأت تقترب من السيارة. خلاص يا أخواني، أرى السويت يلمع وبعض العيون تدمع دموع الفرح. الله هو من يعطي ويمنع، ولكن عالية راحت إلى المكان العالي. أتقدمها لجميرة جميرة المصانع الجنوب. السيارة تحتار، الفوز يحتار، الجماهير تراقب هذا الانطلاق، ولكن حشمة على الصدارة. عمران بن حمد بن محمد العامري عالية قادمة، سلطان بن محمد بن رشيد، ولكن اللي وصلت اللي تقدمت هذه انجاز عامر بن سالم بن عامر العمري. ولكن ما شاء الله المنافسة انحصرت ما بين حشمة وعالية تسللت، انطلقت عالية. الله 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 الله، سلطان بن محمد بن رشيد السويدي، سلام جميرة، تهانينا والناموس لمالك عالية سلطان بن محمد بن رشيد، والتهنئة لأبو سلطان محمد بن سلطان بن رشيد على فوز عالية. المركز الثاني حشمة لعمران بن حمد بن محمد العامري. المركز الثالث وصلت الغزيل عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي الغفراني المري. المركز الرابع وصلت راهية سهيل بن عويضة بن مضحية العامري. المركز الخامس وصلت في انجاز لعامر بن سالم بن عامر العمري. هكذا مشاهدينا الاعزاء النتيجة والنداء، عودة إلى التوقيت الزمني، ها هي عالية بتسع دقائق 14 ثانية، تسعة أجزاء من الثانية لحظة وصولها إلى خط النهاية، مهدية لجميرة هذا الفوز. تهانينا للسلطان بن محمد بن رشيد على فوزه بناموس هذا الشوط، بينما وصلت حشمة بتسع دقائق 15 ثانية، ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا لعمران بن حمد بن محمد العامري، تهانينا له على هذا الفوز والانتصار بالمركز الثاني، بينما وصلت مشاهدينا الاعزاء في المركز الثالث هذه الغزيل بتسع دقائق 16 ثانيه
جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي الغفراني المري، تهانينا لجميع الفائزين.